thank <music> you اهلا وسهلا فيكم حلقه جديده من اطباء على الهواء انا الدكتور محمد خليفه خليكم معنا اليوم جيبوا ورقه وقلم برضه رح نحاول نفيدكم موضوع كثير شيق وانا متاكد انه بهم الكثير منكم ما بدي اقول كلكم الكثير منكم وان شاء الله لا تحت بالطريق يعني يكون يفيد الجميع بصحة وعافية نبلش بنصيحة طبية لليوم نصيحتنا بما أنه رح نحكي بالنسائية والتوليد رح نبلش بنصيحة للحوامل نصائحنا للمرأة الحامل اليوم أنه أول إشي يا سيدة العزيز الفاضل انتي مش مريضة أنت حامل You are pregnant يعني فيكي تطلعي تنزلي تمارسي رياضة طبعا يفضل الحذر مش الحذر الزايد بس يفضل الصحة والنشاط والاكل الصحي والطبيعي اذا كان ممكن بنلاقي كتير من الناس عندهم هذا الوعي وصرنا نشوف حوامل بيروحوا على النادي الرياضي وبتبعوا نظام حياه صحي طبيعي خلال فتره الحمل. في نساء ما زالوا على الفكر القديم لازم تضلها قاعده بالتخت، هذا مش صحي لاي بني ادم بالعكس الحركه بركه. بدنا نقول كمان آه للمراه الحامل آه اللي كثير عم بيواجهني مع الاسف بال بال آه من مرضاي او من خبرتي بعيادتي انه في آه نسبه من المرضى بتهمل بمراجعتها مع الطبيب المشرف على المراه الحامل آه وبكون عندها قله وعي بما هو مسموح لها طبيا يعني لما تيجي فرضا لما تيجي عند طبيب الاسنان آه لازم تخطر الطبيب او تعلمه انه هي حامل عشان ما بيصير تتعرض لأشعة تصور لها صور أشعة معينة لا ينصح بها للحوامل عند أطباء الأسنان في أنواع من الأدوية ما بنقدر نعطيها كمسكنات ألم للمرأة الحامل وفي بدائل فقلة الوعي خلال الحمل وقلة المراجعة مش في مصلحتك المراجعة بشكل منتظم مع الطبيب والأسئلة الواضحة يعني اسألي بتمعن أنه إيش أكثر الأشياء اللي أركز عليها وأنا حامل لما أروح على النادي الرياضي لما أروح بدي أشوف أي طبيب إذا أنت ما كنت موجود بالبلد يا دكتور يا دكتورة إيش أنا أعمل إذا احتجت أي طارق هاي الأشياء التوعية هاي رح تيجي بس من المتابعة المنتظمة للمرأة الحامل أو أولا على أخيرا نرجع بنقول إنتي حامل مش مريضة بالعكس إنتي يمكن في أكثر مراحل حياتك صحة وبتعود عليكي بصحة أكثر للأمام وبتحميكي من أمراض بتيجي بسبب قلة أو عدم الحمل بالحياة بتحميكي منها فالحوامل إن شاء الله يا رب تقوموا بسلامة واللي قاموا إن شاء الله يا رب تتهنوا بأطفالكم و كل اللي عاوزين يا رب <applause> ضيفنا لليوم آآ مميز آآ أستاذ دكتور آآ آآ ضيفنا اليوم الأستاذ دكتور معتز الرمحي مرحبا أهلا وسهلا فيك علينا. الله يخليك يا رب آآ آآ دكتور معتز هو مستشار أول نسائية وتوليد واختصاص الغدد التناسلية والمساعدة على الحمل وأطفال الأنابيب أو ما يعرف ب IVF اذا سمعتوا هذا المصطلح فهو واحد من القله في الاردن اللي ممكن يفيدنا بفيض من معلومات صحيحه واضحه دقيقه عن الاخصاب ومعالجه مشاكل الحمل والعقم مساء الخير دكتور مساء النور تشرفنا جدا بهالفرصه السعيده انه نحكي بهذا الموضوع اللي انا بعتبره كتير ثوري هلا أم هو أم هو أم. من طب العصر يعني الحديث آه دكتور شو هو الاي في اف ايش بنسميه بالعربي الاي في اف الاي في اف يعني هي جاي من كلمه ان فيترو فيرتلايزيشن يعني الاخصاب خارج الجسم عاده ما يحدث م -م. بالحمل الطبيعي انه الست بتتم عندها عمليه الاخصاب في جسمها اللي هي قناه فالوب عندما يلتقي الحيوان المنوي مع البويضه فتتم فيتم الاخصاب في قناه فالوب اللي هو داخل الجسم او بسموه ان فيفو هلا ان فيترو دائما معناها برا الجسم فعمليه الاخصاب تتم خارج الجسم عندما يلتقي الحيوان المنوي والبويضه تؤخذ البويضه من السيده من م. الزوجه ويؤخذ الحيوان المنوي من الزوج طبعا في في طريقتين اللي هما الطريقه الكلاسيكيه اللي هي وضع الحيوانات المنويه حول البويضة وأحد الحيوانات المنوية يخصب هذه البويضة أو ما يعرف بالحقن المجهري للبويضة اللي هو يؤخذ حيوان منوي واحد ويتم إدخاله داخل البويضة حتى تتم عملية الإخصاب فعملية تخصيب البويضة تتم تحت الميكروسكوب هذا ما يعرف بـ In Vitro IVF أو اللي هو الاخصاب خارج الجسم. الاخصاب خارج الجسم، طيب ايمتى آه، بنحتاج هذا الاجراء؟ الواقع هذا الاجراء طبعا يعني احنا بنعرف انه اول آه ماري اول وحده ولدت آه هي لويس براون سنه 78 بهذا الاجراء م -م. وكانت المشكله عند والدتها هي آه انغلاق البوقين. فعندما اول ما بدأ يعني عفوا دكتور انغلاق البويضه؟ اللي هي القناتي فالوب، أه. احنا بنعرف انه في الرحم اللي بوصل بويضه للرحم اه اللي هو ياخذ البويضه الى الرحم، نعم هذه اسمها قناة فالوب م. واللي هي بتم فيها الاخصاب اللي بيجي الحيوان المنوي من المهبل بذهب الى عنق الرحم، الى الرحم، ومن ثم يذهب الى احد القناتين ويلاقي البويضه في هاي القناة. م. هلا اول ما بدأت عملية الإخصاب خارج الجسم كان للسيدات اللي عندهم مشكلة بهاي القنوات عندهم انغلاق هلأ قد يكون الانغلاق ناتج عن التهابات أو ناتج عن التصاقات بالحوض بغض النظر عن السبب ولكن بما أنه كانت هذه القنوات مغلقة وبالتالي ما في مجال أن يلتقي الحيوان المنوي مع البويضة بالطرق الطبيعية فكان اللقاء يتم في المختبر أها وبالتالي بعد ما يصبح جنين يعاد تعاد الاجنه الى الرحم هذا اول ما بدات، وبعد ذلك طبعا تشعبت لتصبح مثلا عند السيدات اللي عندهم مشاكل بالاباضه لم تستطيع الادويه والمحثه على الاباضه مع طول المده انها تحلها. <applause> يعني أخذوا الأدوية اللازمة سواء كانت عن طريق الفم أخذت أخذوا الأدوية اللازمة عن طريق الحقن ولكن حمل ما صار وبالتالي هدول بعد فترة نلجأ إلى الإخصاب خارج الجسم معهم برضه المرضى اللي خارج الجسم خارج يعني الجسم يعني بتستخلصوا البويضه من جسم من السيده, السيدة من الزوجة من الزوجة وبتحطوها برا برا والحيوان المنوي بتاخذوه برضه بتحطوه برا نعم ويحقنوا نعم يحقنوا وعندما و... يصبح جنينا طبعا ثاني يوم بنشيك عليه انه اخصب او لا وفي اليوم الثاني بنطلع على انقسامات الاجنه اه يعني كيف انقسمت كيف كانت نعم قسمت. انقسامات كم خليه وبناء عليه بنقرر ايش بدنا نرجع كعدد او كنوعيه كعدد ف... انتم ممكن تاخذوا اكثر من نعم ممكن نرجع نعم ممكن نرجع اكثر من جنين اكثر من جنين عشان م. تضمنوا انه هلا هو مش بس ضمان للحمل هي بتعتمد في الواقع من حاله لحاله يعني موضوع ارجاع كيف بدي اقرر قديش ارجع يعني موضوع آه خلينا نحكي مش سهل لأنه بدك تشوف أول شيء نعرف شو الأسباب أه. اللي أدت إنه السيدة هي وزوجها يعملوا هذا البرنامج الشغلة الثانيه عمر الزوجة مهم والله إحنا أه. بنعرف إنه كلما زاد العمر كلما كانت نوعية البويضات تبدأ تقل درجة جودتها جودة البويضات وبالتالي ممكن بعد الأربعين إنه نضطر نرجع أكثر من واحد أو اثنين أه. لأنه ممكن تكون هذه الأجنة يكون فيها ده بتكونش مئة بالمئة هاي الأجنة طب ممكن هيك إذا ترجعوا واحد اثنين ثلاثة ممكن يعني إنه تحمل بتوائم أو هلا حاليا أو حاليا, <تريبلتز> نعم. يعني. حالياً هلا <applause> معروف انه اكبر سبب لتعدد الاحمال هو الاخصاب خارج الجسم اها آه يعني واحد يعني من الاسباب الرئيسيه هل هلا حاليا السبب الاول مش بس <applause> السبب الاول لتعدد الاحمال بالعالم كله هو الحث على الاباضه الادويه التي تؤدي الحث على الاباضه انها بتطلع اكثر من بويضه والاخصاب خارج الجسم لانه يعاد اكثر من جنين في كثير من الاحوال ولكن يعني في بعض في كثير من الدول في الواقع صار لها ضوابط آه. يعني في بعض الدول تحكي لك ممنوع ترجع اكثر من جنينين آه. في عشان بعض نعم, في على نعم. لانه برضه إلها مشاكل اخرى م. يعني برضه الولاده المبكره، الاجهاض بتزيد، يعني في قل... لكل اشي يعني إله برضه اشي يعني انه انت كمان لما ترجع كميات كبيره ويصير الحمل باعداد كبيره مشكله ممكن الست تخسر كل شيء طبعا يعني الست لما تحمل اربعه خمسه هي بعد شهرين ثلاثه سوف تفقد كل شيء في اغلب الظن م. الا اذا طبعا في عنايه من نوع معين بدنا آه. نحكي آه لها لأنها تعتبر بسموها هاي ريسك بريجننس يعني حامل آه. عالي الخطوره وممكن يتعامل معها بناء على ذلك هل ولكن دائما الخطوره على حياه الام هلا الخطوره مش كثير هي اكثر يمكن على الأجنة مش على الام مه. لكن برضه الام هي عرضه لمشاكل اكثر لما يكون حامل اكثر من جنين واحد مه. يعني الست حتى الحامل توام نسبه انها تصاب بالانسمام الحمل اكثر نسبه ان تصاب انه ب... يصير عندها ولاده مبكره اكثر نصب... نسبه انه يصير عندها سكري مع الحمل اكثر نسبه انها تلد بعمليه بدل ما تولد طبيعي اكثر <applause> وبالتالي نسبه انه يصير معها نزيف اثناء الولاده اكثر اذا في في الواقع خطوره نس... وبالتالي في خطوره هي لي... ليست زي الواحد الواحد هي لا شك ان اسهل اسهل الطرق لأنه هي الطبيعي أكثر هي أقرب للطبيعة الواحد أه. ولو إنه بالطبيعة هو برضو التوأم موجود طيب واحد لاثنين وتم واحد لثمانين من الولادات هي توأم بالطبيعة أه. ولكن في الواقع لو بدك تأخذ نتائج أي مركز احصاء واحد ثمانية ثمانية يعني واحد لأرب لستة واحد لثمانية يعني أس اثنين يكونوا طبيعي, يكون طبيعي طبعا ثلاثة يكون ستة آلاف واربعمية حالة حمل طبيعية واحدة بتكون ثلاثي لحالها من غير أدوية مم مم. هي بتكون لحالها من غير أدوية نعم. طيب أه هو بدي أتطرق على الجانب بما أنك موجود اللي أنجبت بأمريكا أنجبت ثمانية نعم هدول اللي جرت هذه في الواقع حث على الإباضة مش أنابيب أها لانه ما في ناس برجعوا سبعه وثمانيه سبعه وثمان اجيال وغير مسموح فيه قانونيا لا لا هو قام 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 هلا في كثير شغلات غير مسموح فيها قانونيا وبتنعمل <applause> آه. بس انه آه هي هاي ماخذه محث على الاباضه هلا هل احنا دائما بنعرف لما نعطي لست اي حث على الاباضه سواء عن طريق الفم او عن طريق الابره حث الاباضه يعني دواء بيساعد على انه دواء انها إن الست بدل ما تطلع بويضه <applause> طلع اكثر زي ما بنستخدم باطفال الانابيب لانه احنا بدنا بويضات اكثر بس هلا القصه باطفال الانابيب تختلف لانه الموضوع تحت سيطرتنا لانه احنا اللي بنسحب البويضات م. واحنا اللي بنقرر شو بدنا نرجع م. بس لما انت تحث على الاباضه ويصير الحمل بالطرق م. الطبيعيه انت ما عندك اي كنترول